الممثلين كانوا دفعتك ساعتها اصلا؟ انا معهد سينما، فجاه لي احمد سمير فرج في سنه ثالثه، فقال لي عندي دور ما تمثله يا كريم وانت عايز تمثل وتحب. قلت له والله اجرب. انا لا لقيت متعه غريبه قصاد الكاميرا، وابتدت مصر كلها تعرف بقى زمايلي ان انا عايز امثل. طب بالنسبه بقى للمصايب، انت حصل لك مصيبه قبل كده في فاصل وانا واصل؟ مشهد انا المفروض مأجرين اتوبيس نقل عام ومعانا الكومبارس بتاعنا جوه والاخراج مظبط كل حاجه، وبنط انا في الاتوبيس والاتوبيس في كاميرا تانية، ركبت اتوبيس غيره، عمال ازق في الناس والناس يا كريم يا حاجه بس ركزي في الشوط في كاميرا. حاسس بقى حاجه مش عارف انت بتزقني ليه، لحد ما وصلت لحد السواق ما لقيتش الكاميرا، اعرف السقه من 92. انا احكي لك موقف حاط ربنا، اقسم بالله اللي بقوله لك معذار، رب العجل انه كلب، فالعجل بقى بيتعامل انه كلب، تنزل من العربيه يجري وراك زي الكلاب ويجري وراك كوره. اي بس هو كان عارف انه عجل ولا كان واخد باله ولا هو بيتعامل العجل السنة. نفسه؟ لا لا سقى نفسه هو اصلا هيخلي العجل كلب عايز يكسره عايز يكسره. انا خدت قرار يا بيه خلص فيلم تخش فيلم تخلص هتلحب. فيلم تخش فيلم هلحب هتلحب فيلم هلحب. انت بعد الفيل الازرق بقى في ايه بعدين؟ بحضر فيلم حاليا اسمه البعض لا يذهب للمأذون مرتين. لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك هي بنفس اللي حصل؟ وسألت نفسك انت بقى السؤال ده؟ انا لسه قايل لك طبعا وجاوبت لك وجاوبت له وجاوبت لمصر كلها يا باشا. هو لازم نقول كده، شوف الكذب اللي في وشي عشان ناكل عيش لازم نقول كده طبعا. انا اتصلت بمروان حامد 2013 قلت له مروان عايز اشتغل معاك، فقال لي ان شاء الله يا كريم ومش عارف ايه وهتيجي قريب. قلت له لا بجد والله يا مروان لازم نعمل حاجه مع بعض. اسبوع يا معلم ولقيته جايب لي روايه الفيل الازرق بخط ايد احمد مراد لسه قبل ما تطبع دار الشروق، لسه ما طلعتش امين. قلت له بص يا مروان انا هعمل فيلم، يا رشقنا في جبل ونعتذر للناس حقكم علينا يا ربنا كرم والفيلم ودخلت صورت. بس كنت خايف وانت داخل صورت مرعوب لحد ما نزل الفيلم الحمد لله ربنا كرم كسر الدنيا والله العظيم. ساعتها انا قلت كان 2014 قلت لهم البطل الحقيقي لهذا الفيلم هو جمهور ان حقيقي. انا شايف النهارده اصل يوم مميز كده وغريب، ويوم اللي هو ناس كلها اول مره اقعد معاه وكان نفسي اقعد معاه من زمان. انا اجيب لك بقى النهارده اللي عمل فيه كل ده. مين يا باشا؟ جايب لك الكاتب الكبير والسيناريست الاستاذ احمد مراد. حبيبي حاجه اجيبك انا حاجه اجيبك خلي بالك ده ابو حميد. اخبارك ايه؟ تمام انت عامل ايه؟ نورتني. تمام لا حبيبي يلا عامل ايه؟ اتفضل. ازيك يا ابو حميد؟ اتفضل. ازيك؟ اتفضل. ازيك يا احمد؟ تمام. انت اخبارك ايه؟ كله كويس كله تمام. امير بيقول لي انا شفتك هجيب لكم اللي عمل فيكم كل ده. انا عايز اقول لك ان الفيل الازرق انا واحد من الناس من الجمهور اللي اول ما يعرف اصلا ان كريم عبد العزيز بيعمل فيلم بس انا عشان ادخل لكريم عبد العزيز. ربنا يخليك. زائد بقى ان طبعا الفيل الازرق الجزء الاول طبعا هبلني، فانا مستني بقى كنت اشوف ايه اللي حصل في الجزء الثاني في الفيل الازرق. ايه اللي انت عملته ده؟ يعني ايه الخيال ده؟ نفسي افهم. الاول لازم اقول لك بس الموضوع حصل ازاي، انه ما كانش متوقع خالص ان احنا نعمل الجزء الثاني، رغم ان احنا قافلين الجزء الاول دايما بباب مفتوح كده وقرص بيتبلع. القرص اللي بيتبلع بس احنا فضلنا قاعدين ساكتين كلنا. أيوة صح. ما بنقابلش بعض يعني غير لما نتكلم في كلام عادي خالص. لكن فجاه كده واحنا بنصور تراب الماس انا ومروان قال لي ما تيجي نعمل جزء جديد من الفيل الازرق. انا اشتقت للكواليس بتاعت الفيل الازرق انا وانت وكريم. يعني انت ما كنتش في حسابك اصلا في الاول
ان انت تعمل جزء لا يعني يعني عارف انت عايز تعمل حاجه بس مش عايز تقولها يعني مأمنها بس يعني سايبين قفلنا بالحبايه بعدين نبقى ده حقيقة نشوف بالظبط. فلما الامور كده حسينا ان احنا في اشتياق وعدينا 4 سنين تقريبا من الفيل الازرق الاولاني العرض فقلت لا احنا لازم نعمل كده في اللوكيشن على طول طلعت الموبايل وكتبت فايل كتبت كده ارهاصات اللوكيشن ده في ساعتها وبدات اكتب الفكره وانا قاعد بتسلى كده وذن ساعات بسيطه كده اديت لمروان قلت له احنا هنعمل فيلم بالشكل ده يعني فبعته لكريم وبعتنا للانتاج وبدوي طبعا وفجاه كلنا يلا بنعمل فيه لزقه بس خلي بالك ان انت المسؤوليه عليك ازيد بقى بكتير لان انا سامع لسه كريم بيقول انتوا كمان في جزء ثالث انت هتعمل ايه تهالت مفيش لا ليه لا ربنا كريم وتعملوا 10 اجزاء انا شايف ان ده يفضل مكمل طول عمر لحد ما نشوفك بقى ايه ربنا يديك العمر هم نزلوا لنا صور الصور اللي هو الترند ده اللي بيكبره كل الناس ليك وليا والسقه والعز شفتوه احنا طبعا المسؤوليه كبيره قوي لانه الفيل الازرق الناس حبته واحنا بننافس نفسنا اصلا يعني كريم بينافس كريم اللي من 5 سنين وانا بنافس الكتابه اللي حصلت من 5 سنين وكذلك مروان هو الفرق بين في الازرق 1 و2 5 سنين انا عايز اقول لك والله العظيم انا حاسس انه ورا بعض يعني من كتر ما هو حلو وقاعد جوه الدماغ ما بيطلعش 5 سنين 14 19 ده جريو هوا وهم 5 سنين جوه الفيلم فعلا يعني وانت كانت 5 سنين في الفيلم 5 سنين في الفيلم فعلا يعني اكيد يعني في ال5 سنين اللي حصل جوه الحدوته نفسها 5 سنين طبعا تعال اتفرج على التريلر بتاعه شوف ربي نشا كان في ام بتحب ابنها جدا كان اسمها لب ابنها كان اسمه زين كانت عايزاه يبقى احلى واحد في الدنيا لبنى لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم طلعني بقى مجنونه بما ان رجلك راحت على المستشفى انت عارف بيقول عليك ايه في اجتماعات امانه النفسيه بنجال ومدمن كرم اللي في الليت عندك مش لبنى مش لبنى ازاي لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوه الكلمه دي بتضايقني يا اللي تحسني المريض كان في حالتها يا خلقت حالة وهم اني بطلع منه عفريت اسمه نائل انت بتقول ايه؟ انت شارب ايه بالظبط؟ الفيل الازرق ستموتين كل يوم عشان تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم دور على الساعات ديك في الحلم طب مفيش ساعات اوعى تنام يا يحيى طب اوعى تنام يا يحيى محتاج دكتور يا دكتور كان حلو اللي حصل بيننا امبارح فاكر اخر مره لمستني انت قرك يا خزري لا تخاف ولكن احذر لا حاجة لا يعني يعني مش هنعمل كده بس لان احنا نعمل كده ونعمل كده بجد حاجة ربنا يخليك يعني حاجة كلها على بعضها كده يعني زي ما بيقولوا كده أستيك أستيك الله عليك يعني فريق عمل كل الناس عاملة حاجة يعني من أول طبعا الكتابة لمروان حامد طبعا كريم عبد العزيز وعايز اقول على حاجه معلش اقطع كلامك احمد مرسي طبعا والجرافيكس عطيه والانتاج والديكور طبعا والديكور والإنتاج. محمد عطيه والانتاج بامانه وشركه سينرجي وبدوي لا ما بخلوش بجنيه على الفيلم لا في مجهود واضح يا كريم يعني الموضوع لا موضوع كبير يا رب انا بزعل كل ما بشوفه سيبني ساكت خليني ساكت احنا مع بعض ما استلت ماشي خلاص لك كده ماشي مش احنا الاثنين مع بعض ماشي انا عايز لسه بقول لكريم بقول له نوعية الفيل الأزرق من أنا واحد من الناس والله العظيم كنت لسه بقول له مش عارف هي غيرة ولا نفسنا ولا أنا مش فاهمها اللي جوايا إيه بصراحة بس أنا بقيت قاعد بتفرج على الفيلم أنا بجد نفسي أعمل فيلم زي ده
فاهم حاجه شرعيه جدا على فكره يعني شرعيه جدا طبيعي اللي انا فيه ده بنشوف دايما مش مريض انا يعني انا تمام يعني وبقول يعني بقول عادي على النبي على السلام يعني انا اعمل بقى يعني كلام ونخلص بقى تبدل نبدل بقى ونخلص كلامش من الفيل الازرق لا حاجه ايه الخيال ده مراد انا مش فاهم احنا اعتقد ان احنا ناقصنا الخيال في مصر احنا بنخاف قوي ان نلعب مين اللي بيخاف اقول لك الممثل اللي بيخاف ولا الانتاج ولا الجمهور هو اللي بيخاف يتفرج على الحاجات دي اعتقد الموضوع ما يعني ليه لعبه بحته الخيال العلمي او منطقه الخيال عامه احنا فقدينها بقى لنا زمن كبير قوي في السينما المصريه وهي اصلا احنا اللي عملناها يعني احنا اللي بدعنا الف ليله ودي طالعه قوي من جوه مصر بس في الاخر في عزوف من السينما قعدت افكر انا في الموضوع ده فلقيت ان هو المحاولات اللي حصلت في مجال الخيال ما عملتش اقبال حلو مع الناس والمنتج بيخاف والممثل بيقلق والناس داخله دايره على بعضها انت لو اول مره زمان فشلت المنتج اكيد هيخاف يدفع فلوس في حاجه متجربه قبل كده فاهم فانتوا متهيألي يعني كسرتوا قاعده يعني بنحاول نعمل كده فعلا يعني في دلوقتي متهيألي ناس كتير اولهم انا بقول لك انا واحد من الناس نفسي اشتغل السكه دي ما انا هفضل برضو هفضل اعمل طول عمري مثلا النوعيه بتاعه الاكشن لا ما انا ابتديت بعد الفيل الازرق بصراحه تقول لا يا جماعه لسه بتكلم مع بيتر بقول له بيتر لازم نغير او انا لازم اغير يعني لازم اشوف سكه تانية او اشوف طريق تاني يعني ما حدش كان يصدق ان كريم عبد العزيز اللي كان نجم طبعا في حته بتاعه الكوميديا مع الاكشن مع الدم الخفيف ينقل النقله 180 درجه وبرده يكسر الدنيا الناس كانت مستغربه جدا الناس كانت مستغربه بس انا بقول بصراحه انه احنا مش احنا بس حفرنا لقينا ده جوه يعني هو يحيى راشد يعني مش عايز اقول لك العلاقه عامله ازاي يعني احنا واحنا قاعدين في لوكيشن مره فبوري له الصور بتاعت الفيلم بقول له شوف الصوره دي كلوز شكله حلو فبص لي كده قال لي كبر يحيى يا احمد انا هو كانه بيتكلم عن حد احنا خلاص يحيى اصبح حبيته معانا في لوكيشن يعني مش حاسينه كلهم طبعا حبيته جدا رغم ان هو شخص على فكره هو مذنب يعني طبعا مراد ومروان دخلوني في الشخصيه و يعني حتى واحنا بنعمل الجزء الثاني انا عارف مصدقين يعني زي ما انت عملت سليم الانصاري انت عارف بس بتفتح باب جديد في سليم الانصاري يعني اكنه عنده 20 باب فتحت اربعه صح مراد فتح خمسه وهيفتح دماغنا في الثالث بص اول جمله قالها مراد هي احلى جمله لما مروان قال له انا وحشتني كواليس الفيل الازرق احلى حاجه في الشغل الكواليس قبل. صح انا عايز اقول لك ده سبب من الاسباب اللي خلاني اصلا اعمل كلبش اتنين خلي بالك طبعا يعني احنا كنا حابين التجربه وانا حبيت سليم الانصاري بجد زي ما الناس حبيته ما اعرفش ليه يعني انا نفسي حبيته يعني اول يوم بارد ودار لما جيت تصوير عشان يقول لي انا كنت جاي وخايف وانت نسيت سليم ولا ما نسيتوش انا من كتر ما انا حبيته ولبست الجاكيت والشنب طبعا اتصدر واداني اتحلقت لقيت نفسي فجاه سليم الانصاري فاهم فالنهارده انا لما بتفرج مثلا على التريلر ده انا ما عرفتش افصل ما بين يحيى اللي من خمس سنين ليحيى ده انا ما حسيتش فرق حتى ما حسيتش او ما ركزتش في فرق الشكل انه اتغير ولا ما اتغيرش لكن انت بتقول مثلا ممكن تكون ككاتب او سيناريست عامل حساب الزمن اللي ما بين الجزئين ان انت عامل فيه خمس سنين فرق فاهم يمكن عشان في ناس كتير بتحاول تحل حاجه في الدراما نفسها مزبوط. انا عايز اقول لك ما كنتش محتاج اصلا انا عارف ان هي ليها طبعا ليها لازمه في الموضوع بس انا بقول لك انا واحد من الناس ما بصيتش ليها فاهم قصدي يعني مش مرجع اقول لك لا ده شكله اتغير على الجزء الاول لا هو كريم عبد العزيز او هو يحيى فاهم وديتونا في حته بصراحه خمس سنين والله بص ده عدوا خمس سنين عدوا بسرعه عدوا بسرعه جدا واحنا عملنا ملف مسمينه فاكر سميناه الخمس سنين في اللي حصل للكاركترز كلها في الخمس سنين قبل الفيلم ومش لازم ده كان يتقال بس طبعا قرايه اللي حصل بالشكل النفسي بتاعه بيوصل في الاخر انك تفهم تلبس الموضوع زي الجوانتي تتحرك بيه طبعا يحيى احنا بنحبه جدا جدا لو انت بتحب يحيى راشد جدا طبعا ده كاركتر هو يحيى راشد هو يحيى ما ده هو يحيى راشد ده اللي انا عايز اوصله هل في حاجه شخصيه هل حاجه قديمه اصل حتى مش شعر في حاجه قديمه طيب لا والله خالص الخيال مش اكتر يعني بس. في الاخر كل روايه بطلع منها الناس بتتخيل ان انا حد في الروايه بس هو حقيقه الامر لا هي دي شغله الكاتب انه خليك تصدق انه ده هو يعني بس لا خالص بس من وانت صغير في الخيال ده من وانا صغير انت عارف احنا 78 انا مواليد 78 فاحنا كان مفيش غير مصطفى محمود بالليل لعلم والايمان ده اكبر خيال لا اقصد ان مفيش يعني تلفزيون بالمعنى اليوتيوب والبرامج ومفيش الحاجات الخواجه جدا فطبعا طفل صغير 8 سنين بيتفرج على الثقب الاسود والفراعنه والفضاء والناس اللي بتتجمد ويطلعوا في المستقبل فطبعا اكيد هيطلع غريب الواد فماما طبعا في لحظه كده حست ان في حاجه احنا نوديه الدكتور
الدكتور وديتني الدكتور بالفعل ده بجد دكتور في المانيال قالت له شوف ايه الوضع يروح منه الوضع يروح منه قعد يتكلم معايا فلاقي خاله بس واسع شويه فما تلاقيش سي بي يعني هو هيظبط يعني الاول مره اعرف الموضوع ده بجد فعلا يعني بس وبعدين عدت يعني الحمد لله طلعت بقى بعد كده وانا كبير بقى طلعت فيهم بقى طلعت كريم بعد كده طبعا لما مروان حامد واحمد مراد كلموني قالوا لي كريم هنعمل الجزء الثاني عايز اقول لك اللي انا كنت بحكيه لك على رعبي من الجزء الاول اضربه في 10 في الجزء الثاني على جزء مش على مراد ومروان خلاص انا هعمل ايه يعني انا كنت حاسس ان انا خلاص انا جبت اخري في حراش الاولاني في ايه ما عنديش يا مراد خلاص وكانت عندي نفس الحاله اللي انت بتقول عليها دي بتاعت كلبش 2 لما بتقرا الورق لما بتبقى شخصيه قريبه منك جدا لما بتحسها مجرد ما بتلبس اللبس فعلا يا مين صح والله ممكن الناس تفتكر ان لا ده كلام حقيقي انا الناس ما بتصدقنيش لما اقول والله العظيم يا جماعه انا لما ببدا اول مشهد في كلبش بصر ان انا البس الجاكيت الجلد السوداء والله العظيم فعلا بتخلينا اتغير انا مش عارف ليه تركب جوه الكاركتر طبعا والله ده اللبس الشنب هتلاقي نفسك مشيتك اختلفت العين عملت وبقيت اقول لنفسي يمكن اول مره اسمعها هقول ايه في الجزء الثاني طب هقول زي الاولاني همثل زي الاولاني ولو مثلت زي الاولاني طب ما الفيلم الناس هتزهق كيمياء يعني يقول لك الناس ما بينها وبين بعضها كيمياء مروان ومراد طبعا في الاول الكيمياء اللي ورا الكاميرا كيمياء الممثلين بتلاقي حاجه راحت طالعه لا وغير كمان ان انت لو كل جزء يعني انا شايف المره دي في ناس زادت على الجزء الثاني صح طبعًا. يعني في هند صبري طبعًا. في اياد نصار ففي كاست مختلف فبرضه انت عمال بتعلي في البراند بتاعك طبعا يعني برضه لما بتدخل معاك نجوم برضه كبار جايين بيشتغلوا برضه في المنظومه بتاعتك دي فلا ده معنى ان الموضوع ناجح والناس كلها عايزه زي النهارده ما بقول لك لا انا نفسي اشتغل فعلا في فيلم زي ده حاجه عظيمه وربنا يكرمكم وان شاء الله نشوف تالت ورابع واتمنى والله العظيم الفيل الازرق ده ما يوقفش طول عمره ده لازم يفضل مكمل كده انت هتجننونا 20 جزء انا عندي عيال انا عندي عيال يا على حسب انا عندي عيال تعالى بقى ايه بدل ما ايه ما نتجنن على بعض هنسمع شويه مزيكا ونرجع تاني للفيل الازرق ايه رايك حابب تسمع ايه بقى تيجي نسمع ليها قلبي الله انت ليك في المزيكا طبعا بجد طبعا زينا عادي يعني جدا ماشي تعالى نسمع ليها قلبي يلا يلا يا هايدي وازاي بس اداري وازاي بقى داري واتشوق
مش قادرة أكفي بحبه يا قلبي وأحلف إنه أول وآخر حبايبي لا مش قادرة أكفي بحبه يا قلبي وأحلف إنه أول وآخر حبايبي وأديني هقول كلامك ده كله شوف هتعمل إيه من أهلي وصحابي أوصف لوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من أهلي وصحابي وإزاي بستغاني وإزاي بقضاري وتشوق إلي وإزاي بستغاني إزاي بقضاري وتشوق بعد ما هدينا بقى مع هايدي كده وركلستنا تعال نرجع بقى نتجنن تاني يلا بينا اي روائي طبعا بيدي دايما الروايه بتاعته للسيناريست هو اللي بيكتبها اشمعنى انت اللي اصريت تكتب بقى الروايه دي لا هو ده كان طلب مروان مروان في البدايه اصلا هو اللي قال لي انا عايزك انت تكتبها وانا طبعا في الاخر انا الكتاب ده بيبقى دايما زي ابنك كده بتبقى عايز مش عايز يطلع بره تحطه في لا بالعكس تحطه في افضل مدرسه حتى لو انت طبعًا. مش مش لغتك يعني لو جه مروان قال لي انا عايز استاذ وحيد حمد يكتب الفيل الازرق انا اول واحد اقول له طبعًا. طبعا اعمل كده يعني فلكن ده كان طلب مروان وهو شايف ان انا ممكن اطلع من هذا النص لان متهيألي انت اكتر واحد يعني حاسس الموضوع اكتر واحد شايفه يعني صح بس اللي راسم الخيال ده شايف الخيال ده هو شايف كل شخصيه بتتكلم ازاي راجل وستة فاهم راجل وستة طبعا ده برضو ده الغريب وعفريت وعفريت اللي خدتك بقى راجل وستة وعفريت خلي بالك ان اصعب مشاهد بالنسبه لي مش مشاهد اللي فيها ابهار بصري المشاهد البسيطه لما بين كريم ونيلي او كريم وهند صبري المشاهد البسيطه البسيطه المقصود بيها اللي هي عباره عن 1 تو 1 كلام الكلام عادي ده بالنسبه لي ده بالنسبه لي هو ده اللي فعلا لو طلع منه حاجه بالنسبه للناس هو ده يعني دي كانت اكتر مشاهد في الجزء الاول ما بين شخصيه يحيى وشخصيه شريف الكردي اللي كانت بتوتر الناس جدا وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض عادي بس تحس ان في حاجه في طبعًا. حاجه الناس دي في حاجه اقصد اذا انا قدرت ابهرك في اللقطه الناس بتتكلم مع بعض انا كده تمام مبسوط يعني وده اللي عمله كريم بشكل اعتقد في الجزء الثاني كمان يعني خد بالك انه حوار كريم في الجزء الثاني بسيط خالص وحد اتفرج على وشه هو بيقول كل حاجة يعني قدر يوصل كل المشاعر بتعبير جديد مختلف رغم انه نفس الشخصية بس حس ان في فعلا 5 سنين عدوا على هذه الشخصية من التجارب الحياتية ومن الخبطات ومن الزواج ودخل في منطقة جديدة في عمره نفسه فطبعا اكيد ده طالع كله منه بشكل محترف جدا ومروان بقى عامل معاكوا ايه؟ صعب مروان بيعذب بيعذب في اللوكيشن انا سامع ان في مشهد اللي هو بتاع 5 متر تحت المية والرياكة تنفجر انا بقوم كويس كل حاجه الفكره ان انت لازم تفضل تحت الميه عدد ثواني معينه عشان يثبت عشان يثبت والكاميرا تثبت والميه تثبت ما تتحركش ويعرف يصورك طيب اتمرن اكتم نفسك وبعدين بيصوروك بيحطوا لك انت عارف الحديد بيحط لنا تقلات حوالين وسطك فالتقلات دي انت لو نزلت مش هتطلع طلعوني معاك بقى الناس تحت طبعا الغطاسين والدايفرز كله والله عايز اقول لك يا امير ان مش مشاه يعني هو الفيلم ما فيهوش اكشن بالشكل هو في اكشن باستثناء في اكشن نفسي بس يعني طبعا باستثناء مشهد زي القطر مش عارف ايه بس هو الفيلم عايز اقول لك ان في مشاهد زي اللي بيتكلم عليها احمد ال1 تو 1 دي انا شايف وجهه نظر ان هي اصعب من مشاهد الاكشن طبعا ده حقيقي ده حقيقي كاميرا على وشك تماما وعايز تطلع مليون تعبير وبتختبر انسان قدامك بتشوفه كذاب ولا لا او ازاي تنقل ده للمشاهد بدون ما يكون
فج وبدون ما يكون في دباجه لفظيه يعني استعراضيه. صح. فيلم بسيط. فيلم بسيط كده ما تحسش بيه. بسيط. بونبونايه. بونبونايه ايه؟ يعني زي ما انت بتقول عشان الوش نفسه مثلا الجزء الاول كان في مشهد انا فاكره كويس طبعا من الجزء الاول لما اللي كريم بيدخل فيه للموظفه اللي كانت على المكتب كانت لبلبه. صح. وشه تعبان فعلا بحس ان انت فعلا انت رايح تعبان او رايح في هم. طب اقول لك على سر. عملنا ريسبشن كده صغير لما جينا الفيل الازرق 2 فانا شفت الانترفيو بتاعك فمراد بيقول للكاميرا انا قريت السيناريو وكل حاجه والشكسبير فمراد قال للناس انا اعتقد ان الجزء الثاني هيبقى الجزء الاول اسف هيبقى مقارنه بالجزء الثاني رومانتك كوميدي فيلم لذيذ يعني خفيف يعني. خفيف فيلم تقيل يا مراد يعني الجزء الاول برضه لما دخلت انا قاري الورق وفاهم خيال مراد جدا مع تنفيذ مروان مع اللي عمله في الفيلم فينا جميعا انا وهند ونيلي اياد جميع الممثلين مديرين التصوير ما بيروحش غير لما ياخد اللي هو عايزه لاخر نقطه دم فمروح ميت بس مبسوط بس مبسوط, مبسوط يعني اكيد مروح انت شايف ان انت عامل حاجه خلاص الفيلم بقى عايز 5 سنين راح عشان تعمل الجزء الثالث ايه 5 سنين عشان اعمل الجزء الثالث يعني على اساس يعني الجزء الثالث هيبقى فيه 5 سنين فرق برضه ولا ايه والله لا ده سؤالي كده صريح وانا بعمل الجزء الثاني كان لازم اتخيل الجزء الثالث وده اللي حصل ان انا بدات ارسمه عشان اعرف اظبط قوي الجزء الثاني لانه هو اصلا قاعد بص وقاعد مستني يطلع اي معلومه من التسير صح والله قاعد مستني طبعا انا مستني اعرف حاجه عن التالت خالص اكيد نفسك تعرف اي حاجه كده عن التالت والله في معنى سالت قلت لي احتمال مفيش فريده قول صح يعني لا احنا يعني شخصيه فريده مثلا النهارده لما بنتكلم عنها في اللي هي هند صبري في الفيلم دي اول حد ينضم للفيلم بقى بعد الجزء الاولاني ما خلص طبعا فانا فاكر محادثه كده دارت ما بيني وبين مروان فكان وهي كانت واقفه فبتقول انا بصراحه مش عارفه الدور ده انا هدخله ازاي يعني تحضيره صعب ودخوله صعب جدا فمروان رد عليها ببساطه قال لها يعني مش مهم تدخلي ازاي مهم تخرجي ازاي اصلا من الدور تخرجي يعني منه ازاي طبعا سيبكم لوحدكم رغم ان احنا بنبقى ساعات انت حابب شخصيه جدا جدا بس مش عارف تنقلها المصلحه ما بين الجزء الثاني والثالث او اول والثاني عايز تحتفظ بايه وتخلي ايه بتنتصر للنص ولا بتنتصر للسينما ولا الناس بتحب ايه ولا صح ايه للفيلم كل ده بنقعد ندوره بشكل كبير طبعا. قوي فتره كبيره واحنا تحضرنا مع مروان بصراحه تحت قياده هذا الشخص يعني لو هقول مثلا الفيلم احنا ممكن مروان يقعد يعاين في 40 50 يوم ويصور في 30 يوم مثلا يعني تحضير اكتر من التصوير جدا جدا وجلسات كتيره قوي مع كريم وجلسات مع كل النجوم وساعات انا موجود ساعات هو كريم ساعات تمرينات شديده جدا عشان هما بيروحوش يتكلموا ابدا في التصوير كريم طبعا بيروح بيبقى خلاص داخل بالحاله بتاعته طبعا فمجهود طبعا كبير بس احنا مستمتعين انا بصراحة. بشوف المجهود النفسي والذهني بيتعب اكتر من المجهود الجسدي صح يعني انا واحد مثلا لما باجي اعمل مسلسل او فيلم وفي اكشن ودغدغه تمام يعني انا راجل رياضي طول عمري وبتنطط وبضرب وبعمل وتمام انا ما حسيتش الاحساس اللي كريم بيحس بيه ده بحس ان هو بعد الخروج من الشخصيه دي بحس ان انت عايز تطلع منهك تعبان تعبان تعبان, تعبان. انت جسمك كله حتى وجعك كأنك عامل اكشن يعني طبعا جهازك العصبي خلاص بيتدمر خلاص مروان بيدمرك خلاص على مدار 3 شهور تصوير او شهر او 3 شهور حوالي جهازك العصبي خلاص وحالات صعبه وعياط ومش عارف ايه ورعب وبعدين طبيعه الفيلم ان انت الجرافيكس ده لوحده برضه طبيعه تمثيل غريبه جدا انا اول مره اخدها في حياتي ان انا ابقى بمثل بدون حاجه حاجه مش موجوده ضبابير بتجري حواليك وبتضربك بس هو بيشرح لك بقى مروان بيشرح لك كل شيء انت المفروض هترجع هنا على ظهرك بس في حاجات بتحاربك صح فانت بتصارع شيء انت مش شايفه بس بيوريك حاجه يعني بيوريك مثلا ريفرنس لحاجه مثلا شبه يقول لك حاجه شبه لا 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 بيشرح لي صورته بالكامل يعني مروان مش من المخرجين اللي بيحب يجيب ريفرنس خالص بيرفض تماما بيرفض الفكره دي شبه اصلا طب تعال نشوف الميكنج هو صح يعني
يعني سيبك من حاجه صعبه برضه، انت بتتخيل حاجه يعني. مره عملت حاجه زمان كده، كان حاجه زي الف ليله وليله كده، كنا عاملينها حاجه صغيره مع رؤوف عبد العزيز. فانا المفروض واقف على السفينه وحاطين لي كرومه خضراء، والمفروض ان انا قدامي بحر. فانا طبعا واقف والكرومه قدامي على بعد بس 2 متر، وواحد واقف على الكرومه ماسك الكرومه وماسك على الباساريلا فوق، ماسك كوبايه الشاي وسجاره، فاهم، وباصص له ماسك الكرومه، وانا المفروض اتخيل ان في بحر وان في طيور داخله عليا. فالموضوع صعب جدا، صعب يعني. انت يعني مش شايف. لو وقفنا قصاد بعض نمثل اسهل. اسهل، بني ادم بيكلم بني ادم، امير هيضحك كريم هيضحك، امير هيهرش فكريم هيعمل ايد. انما ان انت مش شايف اللي قدامك ده، مش عارف ايه. لا صعب، لكن مش قادر تتخيل ايه اللي هيحصل لك في ده بالظبط. طب انت جاهز للثالث؟ الثالث؟ اه والله انا ما خرجتش من الثاني عشان اجهز للثالث والله العظيم ما لحقش لسه. بس بقى 5 سنين، لان فعلا والله الناس فعلا يعني بتستنى دايما الفيل الازرق. احنا ما كانش مقرر، احنا يعني احنا عملنا الاولاني وانبسطنا، لكن في الاخر الجزء الثاني ده ما كانش على البال. بقول لك صدقني انا 5 سنين مش عشان بنحضر نعمل، وخمس سنين كنا رافضين الفكره، مش حاطينها ببالنا يعني، مش هنعمل جزء ثاني خلاص. وبعد الفيلم على طول كان في عرض من منتج قال يلا نعمل الجزء الثاني، وانا مران قلنا له مش عايزين ندخل في منطقه ان احنا نكرر النجاح لانه نجح وخلاص يعني. يكفينا عملنا جزء انبسط بيه الناس، يلا نعمل حاجه جديده تماما. بس في لحظه كده بعد الدنيا ما بيحصل فيها غياب بنشتاق جدا بقى. صدقني الكواليس هي اللي كانت بتنده جدا يعني. احنا في اول الجزء الاولاني لو تتذكر، اول مره كان دخل فيها خالد صاوي عامل التاتو، ما بيصبحش على حد خالص، دخل قعد. فاول لحظه في عفريت دخل اللوكيشن مع كلمه اكشن، ضربت اكبر لمبه ابولو 18 كيلو في لوكيشن، ضلم كله تماما طبعا. ده انت تخيل عمال الاضاءه عملوا ايه والناس جريت وبتاع، في حاجه غلط يعني. ففي كواليس كواليس تفرح بيكلمك يعني حاجه. لا بجد يعني، بص ربنا يكرمكم دايما كده في ظهر بعض، وعاملين حاجه جامده ومكسرين الدنيا. ربنا يكرمكم. تعالى بقى نهدي الدنيا تاني. يلا بينا، تيجي نسمع هايدي بقى بحلم بلقاك. الله الله، يلا هايدي.
عايز اقول لك زي ما احنا لسه كنا بنتكلم انه من احلى مشاهد بيبقى اللي هو 1 تو 1 اتنين كده بيتكلموا مع بعض. ايش حال انت بقى 1 تو 1 مع نفسك وانت بتضرب نفسك جوه القطر؟ ده بقى كان يعني كان تنفيذه متهيألي كان صعب جدا يعني. كان تنفيذه صعب ان كريم بيضرب يحيى راشد بيضرب يحيى راشد. فانت بتصور كل شغلك هنا وبتصور كل شغلك هنا. والشخصيه الاولانيه المفروض انه شارب ومش مظبوط والتاني انه شرير. الكاسه ان في اليوم ده كان عندي مزق في ظهري. قعدنا نعمل ايه في المشهد 16 ساعه في القطر حوالي كتير قوي. قضينا يوم يعني كامل بنعمل يوم في المشهد. فكره ان انت بتضرب نفسك دي يعني. فاكر كان في مطر وبرق ورعد وكان في احداث يعني بره حقيقيه في الجو. كانت من المشاهد الغير يعني صعبه جدا في الفيلم. انت بتحضر اصلا التصوير على طول معاهم يعني؟ يعني قاعد مشاهد بس اللي بحس ان عايزها تبقى محفوره كده في الذاكره. والساعات مروان طبعا بيبقى محتاج تيونينج لبعض الحاجات في اللوكيشن. بس انت اكيد برضه بتبقى قاعد معاهم مستمتع وانت بتتفرج على كده. انا باجي اتصور سيلفي على ابنك وهو طالع يعني. تفتكرش الموضوع يعني عميق؟ اتصور سيلفي مع المونيتور بتاع مع شغلك بس طبعا. ببقى سعيد طبعا ان انا اتفرج على حاجه لايف لانه دي الحاجه اللي بتفضل بقى قوي بتبقى سبيشال اكتر. اكيد انا احساس غريب ان انت تبقى مؤلف وشايف حاجتك بتطلع كده قدام. طبعا مروان دايما يقعد يقول لي كده يقول لي انت صح. طبعا واقف دلوقتي بتتفرج على الحاجه بتاعتك وهي بتتجسد قدامك يقعد يتقال. بس هو حقيقه الامر فعلا جمله بتدور جوه مخك بتسمعها بصوتك وبعدين تجد بني ادم قدامك بيقولها وطالعه وبتتحقق. لا ليها سحر طبعا. طب عايز اسالك على حاجه بجد مثير عشان بس في المستقبل كده لو ربنا كرمني واشتغلت معاك. هل انت من الناس لو حد مثلا لو كريم عبد العزيز جه قال لك انا حاسس ان الجمله دي مش حاسس ان انا ممكن اقولها عايز اغير فيها بتعمل كده ولا من الناس بيحصل اللي بتقول لا؟ بيحصل جدا جدا سهل يعني جدا. طالما جوه الفيلم وطالما في الشخصيه وطالما مش هبوظ له حاجه طالما مش هبوظ له حاجه في البونه بتاعه هتأذيه في معلومه قدام او حاجه. لا بالعكس. بس حصلت معاك يعني؟ لا في طبعا حاجات كتير غيرتوها مع بعض. بيبقى فيه دايما مساحه. احنا كلنا بنصب في وعاء واحد ومصلحه الفيلم ايه؟ يعني مش مهم مين قال، المهم انها ماشيه وصح وتمام. فكريم لو حس ان في جمله مثلا هو بيقولها حاسس انها اتقل او في واحده اخف هقول زيها بس بشكل تاني. ممكن يقول في لحظه ممكن يقول انا مش عايز اقول خالص هقول ده بوشي جدا. لو هي فعلا ده بترجعوا بقى لمروان بقى ساعتها طبعا. مروان بقى برضو يعني ولا عنيد بقى مروان؟ لا بالعكس خالص برضو بالعكس. مروان بيحب الممثل جدا يعني. يعني ايه اللي هيريحك؟ حابب يعني عمل مثلا معايا حاجه لو خالد الصاوي في الجزء الاول في اوضه العزل. كان اول مره بصراحه انا يعني اوردر ورايح فرايح انا وخالد وقعدنا مش عارف ايه المفروض في اوضه العزل احنا الاثنين بخش له. فقال لي انا نفسي اعمل حاجه يا كريم ويا خالد خشوا اتحركوا. قلت له طب انت عايز تقعدنا فين؟ قال لي لا انا مش هقول لحد. حسوا انتوا عايزين تمشوا وعايزين دخلت امير وكريم دخلوا قعدت على الكرسي عملت ايدك كده وبعدين قمت ولا كل ده انت حر خالص. ويروح جاي يقول لك حلو قوي ادي بقى الديكوباج بتاعي ادي التقطيع بتاعي كمخرج بس عجبتني حطت ايدك على ركبتك وكريم بيتكلم انت عملت فده شيء شبط شبط بقى فيها اللي هو هتعمل لي دي هتعمل لي تفاصيل بقى ففي مساحه للتلقائيه. وبعدين بياخد بقى هو التلقائيه دي يروح حاططها على التراك السينمائي اللي هو عايز يقفل بيه الكلام. عشان كده قال لك الكواليس بتاعه العمل وحشتنا اللي هو ممكن تعملوا منه جزء تاني وتالت ورابع. بالظبط. ففي تفاهم بينكم كلكم يعني لان ما بيبقاش في خلاف واحنا بنشتغل. احنا بنبقى محضرين كل حاجه وجايين في السات نفسه بقى بيطلع حاجات جديده وافكار جديده. احنا رحنا المشهد اللي هو من اجمل مشاهد الفيل الازرق عجب الناس اللي هو لما كريم بدا يكتب على الحيطه ونائل او شريف الكردي بدا كان مربوط وبعدين فتح ايده وقال له اكشن. المشهد ده احنا كنا كاتبينه وكله تمام لغايه اليوم البروفا اكتشفنا انه رسمه المربعات اللي موجوده بتاخد وقت كتير. يعني كريم على ما يرسمها بتاخد حوالي دقيقه ونص. طب الراجل ده يفضل قاعد يعمل ايه؟ فمروان داني اللابتوب بتاعه كان ابل حتى انا ما اكتبش ابل قال لي احمد احنا محتاجين مشهد هصوره دلوقتي حالا لازم يقول حاجه وحاجه انسايد الموضوع. فدخلت في استوديو مصر كده فوق قعدت كتبت مشهد طلع احلى مشهد اللي هو اللحظه اللي بيقول له انت فاكر انها في الجنه؟ فاكر الجزء اخر مشهد بينهم وبين بعض اللي هو مشهد الفينال بتاع الموضوع. فحتى المفاجآت اللي بتحصل طب والحاجات اللي بتترسم يعني الحاجات زي كريم المربعات اللي كان بيرسمها والاكسات اللي مش عارف الحاجات دي انت اللي بترسم الكلام ده؟ الحاجات دي موجوده علم حقيقي علم الحرف موجود بجد. دي اللي هي كتب اللي مراتي دلوقتي لما ما اعرفش حطها فين بقى هي لازم تتلم مش كده؟ ده انت مجنتها يعني هي مجنتها معاك هي مجنتها لما مجنتها ايه لا ده هي يعني الله يكون في عونها بصراحه يعني هي كميه كتب انا شغال منها بطلع منها الطلاسم والحاجات اللي موجوده انا اسف معاناه يعني تكمله لكريم الجبرتي مثلا يعني خلاني اقرا شويه كتب في الجزء الاول الروايه
في جزء بتاع اللي ما اتعملش بتاع الطلسم وبتاع الصعيد ما نزلش في الفيلم في الروايه. في جزء اقسم بالله في طريقه حوار وطريقه زي تعويذه زي حاجه وانا بقرا السيناريو قلت وحد امي ما انا قايل الكلام ده انا قاعد ما فيش كلام غريب صعب صعب وهو مذاكر واحمد مذاكره يعني مش يعني جبرتي وعلم الحرف وعلم والحرف الوفاء الوفاء وفي طبعا افراح الصعيد مطلع منها اغاني قديمه قوي ما بتتقالش دلوقتي. هي افراح عاديه تبدو اغاني عاديه بس هي في حقيقه الامر مرعبه قوي في سماعها. اغاني عاديه بس مرعبه بالنسبه للزمن بتاعنا ده دلوقتي. فطبعا كلها كتب. يعني انا بعاني لما بيجي اعمل جزء تاني اول حاجه سالت مراتي شيرين بقول لها الكتب فين؟ فوشها جاب الوان بقى. طبعا قرار احنا هنعمل فيه الازرق جزء تاني ده بيبقى على العيله اكتر. هي طبعا اتجننت الواقع بتاعه صعب كده عايزك تسيب البيت طبعا. لا هي بتبقى واقعها يعني هندخل تاني في الدايره دي تاني. انا ككتابه واكيد برضو انت عندك اكيد الدنيا في ازمه يلا مش مهم بلد يا الصحه مستحمله مستحمله عظيمه والله عظيم. نفسها ترجع طبعا لحرميه كي جي 2 والحاجات حلو وجميل ومحطه مصر ابو علي وابو علي وابو علي والحاجات الخفيفه دي طبعا اللي معاك في البيت وانت فاهم طبعا بيعانوا تعبك نفسيتك راجع تعبان فيلم صعب مهدود. اي مرات مش هقولك فنان اي زوجه لاي واحد شغال في هذه الصناعه ليها الجنه والله بتعذبوا ولا انتوا مش معايا ولا ايه بالذات بعد الجزء الثاني بالذات ده ربنا يعينهم. طب تعالى نتفرج على الميكنج بتاع مشهد القطر يلا. دكتور يحيى بيضرب مين يا كريم؟ احمد السقا. هو صراع داخلي. اي بني ادم جواه خير وشر، اي بني ادم جواه حلو ووحش، دي دايما اللي بتبقى عامله حاله الصراع عند البني ادم. مروان حامد ومراد بقى جسدوا الصراع ده الاثنين قصاد بعض. النشاط صعب جدا برضه لانه بيضرب نفسه فيقدر ان هو يغير الرياكشنز بتاعته ان هو يبقى يحيى الجانب الجيد من يحيى والجانب السيء من يحيى. صعب ان انت تبقى مركز فيها وماسكها مع بقى الضرب والتخبيط والاعادات والمش عارف ايه والتعب. But a protagonist fights himself. Normally he would shoot this with a very very high end camera which can repeat its motion over and over again. But here we are improvising, we are doing lots of stuff that is very natural to get this right. So that they can fight each other. This will be a very big task, but will be super cool in the end. ده شفت ده داخل فعلا تعبان والتاني داخل اللي عامل له كده اتنين يحيى ده شوف شايف الفرق يعني في شوت كريم داخل تعبان خالص والتاني داخل عامل له كده يعني في فرق بين الشخصيتين طبعا ده حاجه عارف حتى في تركيب المشهد نفسه انت بتضرب نفسك وانت اللي بتاخد البناء الناحيه الثانيه فرق بين ما بتضرب وبتضرب وانت اللي خانق نفسك ويحيى خانق يحيى في واحد حاجه متفرجين في واحد من المتفرجين كان مسالني بيقول لي بس ده من الاعلان يعني بيقول لي بس يعني الستانت اللي هو الشخص اللي بيعمل الدور بتاع مش شبهه قوي مش شبهه قلت له هو عامه مش ستانت ده فعلا استاذ كريم عبد العزيز بجد يعني هو فعلا بيفتي قوي بقى يعني هو بدا مش واخد باله ان هما الاثنين هو فعلا معموله يعني مرتين ده طبيعي لسبب ان انا اول ما شفت البرومو قلت تمام هو شبه كريم وخد الشوت سريع عشان بس ما يبانش ملامح الوش انا اللي هو المفروض ان انا متعلم وفاهم يعني الشوت في الفيلم طويل جدا عادي باين فاتعمل بطريقه طبعا هو طلع عشان شوت واحد حتى الجاريه بالظهر لكن في الفيلم لا انت شايف الاثنين قصاد بعض وكانت اول مره في حياتي اللي يعني ماشي ما احنا عملنا مشاهد اكشن قبل كده انما امير بيضرب امير دي غريبه امير خانق امير امير بيدي البنايه في امير لا جدي ما وفرق ما بين امير اللي بيضرب وامير اللي بيضرب وامير اللي بيضرب دي حاجه برضه هو في فرق 5 سنين ما بين الشخصيتين حقيقه الامر ما هو ده اللي ده يحيى القديم اللي كان مخمور اللي ضيع حياته وده يحيى الجديد ففي هو صراع نفسي داخلي عنده اصلا ده الديزاين بتاع الكتابه بتاعتها يعني طب موضوع الابراج بقى للشخصيات ده ايه حكايته يعني ليه عملت ابراج للشخصيات هو دايما لما بكتب اي حاجه بعمل ملف للشخصيات ملف الشخصيه ده بتبدا من اول اسمه لغايه يعني بيغضب ازاي وبيصلي ولا لا ده اللي احنا عارفينه وحافظينه فانا بضيف عليه اسمه ايه وبروفايل الكاركتر يعني طيب. اسمه ايه وبيشتغل ايه وبيمشي وبيلبس ايه ومتجوز لكن انه يبقى برجه ايه دي جديده البرج دي دايما بتبقى ليها علاقه بتجانس بقى كل الحاجات دي مع بعض يعني انت ازاي تحط برج هو فعلا مناسب قوي انه يكون يحيى راشد فبالمعنى الاصلي للموضوع انه يحيى راشد انسان هادي جدا بيحلل جدا اوفر ثينكينج هو برج ايه اصلا يحيى يعني نقول ولا ايه قول يا بيه طيب يحيى انا عامل له ديزاين انه برج الدلو
الدلو ده الديزاين بتاعه هو معمول على الديزاين برج الدلو. انت اصلا برج ايه؟ لا انا برج الدلو. لا أنا ما اكيد ما انا بسال عشان كده. أيوه. على فكره وعامله لنفسه. أيوه. هو يحيى. أيوه. هو يحيى. فبس فالديزاين بتاعه ان هو يبقى فيه الهدوء، مش اميل للاكشن الجسدي. بيفكر اكتر، بيحلل اكتر، بيحاول يدخل جوه اللي قدامه قوي، عنده فضول رهيب قوي، وده اللي نهينا بيه الجزء الاولاني، الباب ما بين الحقيقه والخيال، باب اسمه الفضول وبتاع. فخدت من الكاركتر ده بيخليني افهم رد فعله هيكون عامل ازاي، لو غضب هيبقى عامل ازاي، لو وهيبقى متشاف بالنسبه للمشاهدين فاهمين ان ده تركيبه حقيقيه موجوده. لكن كل كاركتر فيهم ليه برج طبعا. يعني نيلي كريم وهند صبري مثلا. نيلي كريم برجها ميزان، جاي في ملعبي برج ميزان. جاي في ملعبي. اهلا وسهلا. انا بص انا 10 10 اللي هو. أوكي. يعني ميزان قوي. انا بحترم جدا برج ميزان بجد جدا جدا. ايه بقى اشمعنى الميزان بقى؟ لانه راجل دبلوماسي وراجل شياكه وصادق جدا. جدا ومتردد شويه صغيرين بس. لا كتير. كتير يعني. انا لسه بقول لهم انا لما بشتري جزمه بروح اتفرج عليها 5 مرات. والله العظيم جزمه. ما تاخدش القرار. ما اقدرش. انا عكسك والله العظيم. اخش اتفرج عليها 5 مرات وبعد ما اقرر تمام اجيب مراتي تشوفها. ايه النظام؟ قالت لي حرام عليك ارحمنا دي مش جزمه العمر. قلت لما تشوف كاركتر مكتوب برج الميزان بتجد انه في تناسق جامد قوي، يعني تقدر تفهم انه حقيقي. لذلك الكتابه بالبرج مفيده يعني، حتى لو ما بسطهاش للاعضاء العمل او كده، كفايه ان انا ببقى راسمها. بس هي مفيده متناسقه. طبعا. يعني مثلا الفتره اللي فاتت جيت اشتغل على فيلم جديد. وبعد ما اشتغلت على فيلم جديد قعدت مع نفسي ترددت طبعا مره واثنين وثلاثه. انا واحد من الناس او متهالي برج الميزان على حد علمي يعني ان هو بيخاف من التغيير. يعني انا لو دخلت عندك البيت يا كريم بكره وقعدت على الكرسي ده لو جيت لك بعد شهر هقعد على الكرسي ده هتلاقيني لوحدي رايح قاعد على الكرسي ده. انا بخاف من التغيير. وانا زي فاهم عشان كده. ما انت زي يعني انا وانت زي بعض في حاجات جدا. وانا زيك وحبش التغيير. اكتر حاجه قريبين من بعض فيها الاسود. يعني انا واحد بص بلبس اسود بقول له انا مفيش حاجه عندي مش سودة. انا وانت والاستاذ سمير غانم برضه اكتر استاذ سمير غانم ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. اكتر انسان حببني في الاسود. اشمعنى بقى؟ يعني السؤال ده بساله لنفسي. تحس بالامان. بالامان كده. ولو تخنان سنها متدلمه وليه شكل كده بيديك هيبه كده. مفيش مخرج اشتغلت معاه يقول يا كريم عايزين نبص على الهدوم. تحت امرك يا استاذ اتفضل. تعالى هتلاقي كله زي بعض. يخش البيت يقول انت جبتني ليه؟ الطقم ده الحته دي سودا والحته دي كحله. عزه كله. قلت له عندي اوضه جوه بقى رمادي غامق. هقلب لك ام انا. تعالى بقى نسمع شويه مزيكا. يلا بينا.
الفيل الازرق وان شاء الله مستنيين بقى الجزء الثالث والرابع والعاشر كمان يا رب. حكايتك ايه بقى انت مع ولادك؟ تعال نشوف بقى كريم عبد العزيز بقى في البيت عامل ازاي؟ ما الناس كلها مش عارفه الحياه بتاعت كريم وسط ولاده وفي وسط بيته عامله ازاي؟ انت زي ما قلنا في الاول انت راجل بيتوتي صح، بتحب القعده مع عيالك قوي. بموت في القعده مع عيالي. انت عندك ملك وعلي. عندي ملك 12 السنه دي وعلي 9. ربنا يخليهم. واب جميل اهو. واب جميل. وعندي مشكله مع هايدي. ان كل حاجه انا موافق عليها في البيت امين. لا كلنا كده على فكره، كلنا هذا الرجل. وتيجي تقول لي قبليه يعني تيجي تقول لي هيجوا يقولوا لك كذا كذا كذا، قول لا زي ما انا قلت عشان قلت لك الكلام خلص. يجوا لي بس كذا كذا هيحصل. خلاص بقى يا هايدي معلش، خلاص بقى يا عيال صغيره هايدي، مش هتحكيش المره دي هتبوظ العيال لما يكبروا يا هايدي. انا هذا الاب بصراحه، انا هذا الاب والله. كلنا يعني عايز اقول لك، انا لما مراتي تسافر العيال انت مش فاهم يعني. سليم مثلا يقول لي يا ماما راجع امتى؟ اقول له حبيبي خلاص هانت، فاضل لها يومين. ليه؟ مستمتعين؟ قول له انت زعلان؟ رحلة. يقول لي مش زعلان، هي وحشاني وكل حاجة يعني، بس وانا وانت قاعدين مع بعض انا بعمل اللي انا عايزه. احنا فاكين مع الولاد. لا انا مع الولاد كمان، انا مع ابني واصحابه مسميني اصلا بابا نويل. انا اي حاجة بتعملها له بحقق كل الاحلام. اصل انا عامل زيك الله عليك. لا اصل انا لما بنزل حتى مع الولاد انا بحب انزل مثلا مع ابني واصحابه، يبقى معاه مثلا 15 عيل، الامهات كلها لو مع امير بينسوا العيال. انا بعرف اسيطر على العيال بقى، 15 اخدهم ونسافر مع بعض، اخدهم ونتمشى في المول ندخل سينما. فانا حياتي مع ولادي برضو نفس. انا بحب الجو ده جدا. وبرضو خد بالك ربنا بيبعت لنا ستات طبعا يوزنوا الشخصيات دي اكيد طبعًا. يعني انا لولا مراتي في البيت ربنا يخليها لي يا رب، ست عظيمه يعني يا رب. مهما قلت لها مش كلام كتير يعني. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا ميرو. بيبقى في بالانس في البيت طبعا، يعني حد ماسك البيت. وبعدين خد بالك احنا شغلانتنا انت طول النهار في التصوير بتيجي، فهي الساعه اللي هتيجي فيها البيت هتقول لهم لا. لا وبالطرقه حته هنا خلي بالك يعني طبعا. ما كانش هي راجع يحيى راشد النهارده ف رب العيال ازاي؟ يحيى راشد يا رب العيال. لازم طبعا، لازم طبعا. ربنا عامل لك ميزان كده. لا طبعا. لا طب انت بقى وانت قاعد بتكتب بس العيال دي ما بتنطش في دماغك؟ لا طبعا، سماعات بقى لقد خلق الله السماعات. بتقفل الدنيا على نفسك. طبعا انا عندي فاطمه ورقيه، والاستاذه فاطمه 13 سنه دلوقتي. عندك بنتين؟ ها عندي بنتين. اسمهم ايه؟ فاطمه كبيره ورقايه الصغيره 13 و9. تحس ان كل واحد لما بيتكلم على عياله تحس ان في سعاده. طبعا في ابتسامه طلعت الوش بينور كده. ابهات الابهات بين ابهات. انا بقول ان الاب بيكتب بطريقه مختلفه على فكره يعني، اكيد بيبقى بيحسس حاجات، وده موجود عندنا في الفيل جدا. حاسس حاجات مش غير يعني. انت المثل اللي انت عامله بتاع الواد اللي في البانيو ده مثلا، ده ما ضايقكش بذمتك؟ لا طبعا ضايقني جدا. شفت بقى انا جبتك منين؟ ده زعل جدا جدا يعني. انا حسيت لما انا اتفرجت انا يعني
واد نايم في البانيو، فانت غصب عنك تشوف ابنك. ممكن تتخيل طبعا اكتر مشهد على فكره. وعندي سر صغير قوي على فكره عايز اقول لك عليه. كريم وهو بيتفرج في المونتاج على المشهد ده يعني دمعت بجد. يعني هو كان فعلا قاعد بيتفرج على نفسه ومصدق جدا يعني دمعت بجد مش هزار. ما حدش كان شايفه على فكره، انا قاعد جنبه اتفرجت عليه يعني كان قاعد عينيه بتدمع بجد. بس غصب عنك زي ما انت بتقول يعني طبعا. عندك مشهد في طفل وبعدين قبل ما تبقى اب التمثيل حاجه يعني. انا مثلت مع اطفال قبل ما ابقى اب جميل وبتتعامل مع الاطفال زي ابو علي الواد الصغير، زي ابو علي الواد الصغير ومش عارف ايه وانت وده ابنك وفي واحد من الناس كان عندي ابني ماشي عامل دور الاب غير لما خلفت انا. يعني دور الاب، دور ان عندك ابن اقصد في فيلم او في مسلسل بعد الخلفه لا احساس تاني، احساس تاني طبعا. طبعا. انت ابو البنات ها؟ مظبوط. ما نفسكش بقى في ولد؟ خالص. ما فكرتش خالص. لا اصل في ناس خلي بالك اي راجل من جواه ما تكدبش خلي بالك يعني اي راجل من جواه يبقى اول خلفه ليه من جواه حتى لما بيقول كل اللي ربنا يجيبه كويس بقى نفسه في ولد. يعني اسال اقول اللي جنبك قعد 3 شهور متغفل وفاكر انه ولد. حكيت لك الموضوع ده؟ لا أول. اكتر من 3 سنين مراتك حامل مبروك ولد زي الله اكبر تمام ونزلت وعملت اوضه وكور وحاجات وليل وخلاص وفي البتاع ده الفور دي اللي في الاخر السونار ده اللي بيبين ده في الاواخر خالص يعني في الشهر السابع. لا دلوقتي في الرابع والله كمان. دلوقتي سهلوها خالص. ساعتها كان في الرابع بيطمن على الجنين ومش عارف ايه وخلاص وظبطت الاوضه وكل حاجه وواقف جنب الدكتور الاستاذ شفاعي الله اكبر بنوته زي القمر بشقلب كده افتكرته بيهزر. ده من ربنا يخليك يا دكتور هز البطن حتى شويه وحياه ربنا افتكرته بيهزر قعدت اضحك قال لي لا بنت زي. قلت له بنت مين يا عم؟ ده ولد اساس. ومراتي افتكرتني صعيدي في الاول يا عم لف بالجهاز جوه بتاع خلفه البنات حاجه ثانيه. لا وجد افتكرت دلوقتي بتاع تخش بالجهاز ده بس استنى يمكن في حاجه لحظه بتعامله برضه بتاع الحبل السري باين صح؟ ده الحبل السوري؟ لا كان في مشهد كده واحد من الناس لما بتقول له ولد ده الحبل ده واحد من الناس انا ومنى شلبي واحد من الناس قلت له ولد ولد قال لي على فكره ده الحبل السوري بس الموضوع كان الصدمه بالنسبه لك ساعتها ولا تمام؟ بصراحه 7 شهور عمال انت تأهل نفسك بس ها؟ طبعا صدمه لسبب انا بقالي 7 شهور امين عمال اتخيل واخد الواد وانزل واجيب اي اب اجيب جاكيت زي الواد ومش عارف انا بحب البنات اخدت لي ساعه عقبال ما استوى ومراتي بتتعامل معايا ان انا في مصيبه يا بنتي اللي يجيب ربنا خير تقول لك وانت متضايق وانت زعلان والله واحنا يا بنتي احنا في كان ايه 2007 بس عايز اقول لك خلفه البنات حاجه ثانيه طبعا لا 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 انا عندي الحمد لله برضو بنتين ولد يا حبيبي ربنا يخليهم الولد طبعا في الاول كان بص الحنيه كلها اول ما كبر بقى وبغل وصوته وعرض الولاد بتخش في سن ولا معبرني البنات بقى هم اللي يجروا عليا الصبح حبيبه ابوها في الاخر طبعا لا وبعدين البنت في الاخر مهما راحت ومهما جت هتبص لها بصه مامتها هتقول انما الولد هيخش في سن ربنا يستر بقى الجيل اللي جاي ده وانت بتتعامل مع بناتك ازاي انت بص انا زرعت جدا جدا الديبيت كل حاجه ليه لان انا ده شغلي يعني فانا بعاني منه دلوقتي طبعا يعني انت كل حاجه اي فكره بطرحها حتى ايفن في الازرق احكوا لنا بيتكلم عن ايه فقعدت احكي لهم الفكره فتوتا بدات تفكر معايا انا بقول لها توتا فكان عندي جزء صغير من الحل محتاج تكه فيه تخيل قعدت تناقش معاه بعد المناقشه دي انا لقيت الحل ده فعلا جدا عندها كام سنه بقى ما شاء الله عندها 13 سنه مغرمه بالسينما جدا وبتحب مروان حامد جدا وعايزه تطلع مخرجه وشوضليه جدا جدا والثانيه بقى طبعا يعني كوماندوز يعني بتمشي على الحيطه يعني طبعا انا بحب شقوتهم جدا وانا عامزه كريم جدا انا يعني نقطه ضعفي الاطفال عامه بس دول طبعا بيعملوا لي حاله يعني لو غابوا يومين عني سفر او حاجه انا بحس ان انا مش طبيعي ما في حاجه انا بقول لك اللي قاعد قدامك ده اصل عيل صغير طبعا. يعني لو انا عامل زيك ملاهي وبلاي ستيشن وانا في فورتنايت انا وهو نلعب ونخش نحارب ناس وبتاع انا بروح الملاهي عشان العب انا مع العيال وانا برضه اروح عشانه اصلا بروح عشان انا لان في حاجات جديده نزلت انا ما كنتش شفتها زمان طبعا مره مش عارف قاعد مع حد قال لي جمله حلوه قوي انت عارف ان انت بتستمد قوه وطاقه من ولادك فعلا صح. انت لما ترجع البيت وتقعد مع عيالك مش عارف ايه ولا انا بخرف ولا ايه لا, 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 لا والله تكلم صح, صح بتستمد طاقه من ولادك يعني رغم ان انت الاب وانت الراجل وانت كلهم في حضنك وفاهمين يحيى راشد يعني مستوعبين يحيى راشد طبعا مستوعبينه جدا فاهمين عندي في البيت لا اصل فعلا موضوع غريب يعني طبعا. مثلا انا ابني لما بيدخل فيلم هو واصحابه دخلوه بتاع 4 5 مرات هم منبهرين بايه بالاكشن ابويا جامد وقوي وبيضرب كل الناس وضرب العربيه من على السفينه
يعني انت ازاي بقى الولاد بيشوفوا يحيى ده الشخصيه دي عامله ازاي؟ ملك اللي اتفرجت علي ملك. ما اتفرجش واتكلمت معاك في الشخصيه دي؟ اتكلمت هي بتحب افلام الرعب وانا بحب افلام الرعب جدا عشان كده بقى. بقى طول عمري بحبها. علي لسه مش فاهم حاجه بقى فاكرها رحله ومش عارف ايه، لكن ملك هي اللي مستوعبه. ما سبتوش حسن ليه بقى؟ بس انت عندك عيش انت الموضوع حسن صح؟ والله عندك حق. انا كنت محتار ما بين حسن وعلي. اللي جاي صح. حسن بقى اللي جاي حسن وليلى. حسن ولا انا عندي ليلى يا حبيبي ربنا يخليك. بس ليلى ونيلي وسليم. مراتي مش عايز تخلف. ليه بقى؟ والله ما انا عارف. مش عايز ترجع للشقه بتاع البامبرز والمرحله الاولانيه. يعني لما الولاد بتكبر برضو بتوصل لسن معين بقى انك ترجعها بقى تاني للفكره دي الحجم الصغير حاجه صعبه جدا. لا بس انت موضوع حسن ده فعلا انت بتحب اسم حسن فعلا؟ انا بموت في اسم حسن. يعني متهيألي على الفيسبوك في حاجه على الفيس مكتوب فيها ابو علي ده انت؟ حد عامل بيج على الفيسبوك مكتوب عليه ابو علي؟ انا ده انت صح؟ ده بس مش على حسن بقى، ده على ابو علي. علي بقى ده على ابو علي. على علي نفسه على لا ده ابو علي على الفيلم. على الفيلم من ساعتها. على الفيلم. والنهارده بقيت ابو علي. والنهارده جبت علي بقيت علي في البطاقه. فمشي اتحايلوا مع بعض. علي حسن ليلى عمر. انا بموت في الاسماء دي. الاسامي. لا ان شاء الله نشوف كل الاسامي دي عندك ان شاء الله. يا ربنا يخلي لكم عيالكم وتفرحوا بيهم. انا وانت احسن حاجه في انا وانت يا امير وكل الناس يا رب. هاي دي هتسمعينا ايه دلوقتي؟ عبد الحليم بقى اول مره تحب يا قلبي. ايه رايك يا كيمو؟ يلا يا باشا نسمع عبد الحليم. يلا يا باشا. العروسه اتاخر. لا انت عايز نعمل عزيمة. تحس عايزين نخطب. ادي اول مره اصلا واحنا قاعدين في السهره بتاعتنا يبقى فيه اكل. ده حقيقي احنا مش هنلاقي احسن من بنتكم نخطبها لابننا احمد مراد. ما شفت الفرق بين الطبقين دول والطبق ده؟ انت نجم الحلقه. لا انا بس عشان انا بحب الحلويات قوي. اكيد متهيألي احنا في حاجه برضو مشتركه الاخيره اللي ما بيننا الاكل. انا بعشق الاكل. لا مش زي. لا 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 خش لي اكل بقى. لو انت بتحب تاكل ايه؟ انا بحب اكل اكلنا يعني العادي. كل الاكل اللي يتخن في الدنيا بحبه قوي برضه. الكوارع، العكاوي، المحاشي، طبيخ. اللحوم، الطبيخ. لا لا مصيبه يا حاجه. يعني انا عايز اقول لك حاجه. انا مراتي دايما تقول لي انت فيك ميزه. انا ما فيش حاجه ربنا خلقها بتتاكل ما باكلهاش. حتى القرنبيط. انا بموت في القرنبيط والله العظيم. طبعا الحاجه الوحيده اللي باكلها ومعاه طحينه وبتاعه دي شغلي. تمام. ايه رايك في القلقاس يا كريم صراحه؟ علاقتك بالقلقاس ايه؟ والله زي علاقتي بالالماني. ما بحبوش يعني عارف؟ معقول؟ لا ملوخيه ولا استنى يعني استنى. انا ما بحبش القلقاس. والله؟ إيه؟ خالص. القلقاس؟ اشمعنى القلقاس يعني ما بحبوش؟ ازاي يا جماعه؟ ده انا ممكن اعمل اي حاجه. انا القلقاس ممكن ما اروحش البيت ما اروحش. والله العظيم؟ يعني في القلقاس انا اجي بالليل. انا عايز سؤال، اشمعنى القلقاس بالذات؟ يعني في ناس فعلا كتير ما بتحبش القلقاس مع انه حلو جدا. شبه الملوخيه ملوش يعني خالص ده ملوش اي علاقه. هو اللي شبه الملوخيه السبانخ الخبيزه. الخبيزه ليك في الخبيزه؟ لا ما بتتعمل كل فين وفين. ملهاش مش واخده حقها الخبيزه بس برضه. لو فيه قلقاس اكله عادي. لا لا ما الحاجه الوحيده ما تطلبوش. لكن ما تطلبوش. انا هضطر احط الطبق عشان تقيل قوي. انا هاكل. انا مش هضطر عشان ظابط اكلي. يلا بس. طب انت ايه ايه ايه, إيه الحاجه الوحيده اللي ما بتاكلهاش؟ بكل حاجه. المحاشي، الطبيخ، رنجة، فسيخ. لا في حاجة ما بتاكلهاش؟ ما لا. مستحيل ما تاكلها؟ لا. والفسيخ مثلا؟ بعشقه. بتاكل فسيخ؟ يا خبر اسود. أكيل ها؟ فسيخ بليمون ببصل بليلة برنجة يا نهار اسود. وبتعمل خطة لأكلك؟ يعني مثلا لما باجي أطلب مثلا أنا أكل بقول لمراتي أنا عايز صينية بطاطس معاها رز بالشعرية معاها بتنجان مخلل. بتوفق يعني؟ لا أنت لا أنت معلم. لا أنت بترسم. لو هاكل كباب حلة معاها رز عادي ومعاها بسلة ومعاها ليمون معصفر. يا جمالك الله. يعني انا بحب الاكله تبقى ايه سيت اب طقم كده مع بعض. الله عليك. انت فاهم طقم خطه. انت مش من النوع ده. لا لا هايدي تعمل ده مراتي. بس اللي اتحط اكله. مفيش حاجه ما اكلهاش غير القرنبيط. اكله يعني. مخلل ماكلوش. ماكلوش مطبوخ. لكن بالليل بقى بتاكل اي حاجه برضو؟ انا كرسيتي اكل بالليل يعني. انا ممكن اقعد طول النهار ما اكلش لكن تيجي عليا 11 بالليل دي بتغابه في الاكل. ديناصور. واكل تقيل بقى. ما بعرفش واكل تقيل جدا قبل ما انام. ممكن تلاقيني فتحت الثلاجه الساعه 4 الفجر عادي
واكل المحشي بتنجان من الحله هو ساعه. انت بتتكلم عن نفسك. شفت بقى؟ انت بتتكلم عن نفسك. اللي هو المحروق اللي في الاخر. يا جماعه يلا اللي هو اللي كان بايت اللي هيترمي تاني يوم. يا عم يلا بينا. طريقنا جاي. يلا بينا. الله عايز اقول لك بقى انا هعمل لك طالما انت بتحب الاكل انا هعزمك عندي مره في البيت بقى على اكله مش هتاكلها في حياتك. إيه؟ بس توعدني ان انت تيجي. والله هاجي طبعا. خلاص انا هعمل لك مفاجاه. الاكل اللي جاي دي مفاجاه ليك. طب عندك. خلاص. والله خلاص. اتفقنا؟ اظبط يا معلم وانا عندك. وانا ليا برضو اكله عندك. انت تيجي تعمل اللي انت عايزه. زي ما جيت لي النهارده زرتني. وكنت اسعد واحد في الدنيا والله العظيم وانا كمان قابلتك واول حاجه عايز اقولها بصراحه ان انا من الناس يعني اللي بحبها جدا هو كريم عبد العزيز وبحترمك كشخص وانا جدا وبحترم شغلك وفنك وبجد انت اخ ليا كبير و... يا حبيبي واتمنى ان علاقتنا دي ما تنتهيش على البرنامج لا مش هتنتهي يعني لازم نتقابل بعد كده وقبل ما الحلقه تخلص انا اللي عايز اشكرك على احترامك الله يخليك وعلى جدعنتك وعايز ابارك لك على كمان لانك عايز ابارك لك على كذا بلانكا اعلى ايراد في تاريخ السينما ربنا يكرمك وربنا دايما يجمعنا على خير جميعا ربنا يكرمك انت نورتني وانت حبيب. وانت احمد نورتني ومبسوط جدا قعدت معاك النهارده برنامج جميل ولينا قعده برضو ايه مع بعض كده عشان افهم بقى الدماغ دي على ايه الدماغ دي فيها ايه بعيد عن القلاص بس قبل بقى ما نختم سهرتنا الحلوه دي عايز بس تكلمني عن 1919 العمل اللي كل الناس مستنياه 1919 دي روايه الرابعه كان بعد الفيل الأزرق على طول وطبعاً رواية بتدور كلها في زمن العشرينات رواية مكلفة في البحث بتاعها قوي وخدت شغل كتير قوي مني وبتدور عن الجهاز السري اللي كان بيقاوم الإنجليز في الوقت ده من خلال كاركترين أحمد كيرة وعبد القادر الجن ودي إن شاء الله المشروع الجديد اللي هنعمله هنشتغل عليه بعد الفيل إن شاء الله الفيل الأزرق إن شاء الله ونفس الكرو هو تقريباً نفس الكرو مع مروان حامد برضه مع مروان حامد طبعاً ربنا يكرمك كريم حبيبي يا امير انا وانت ونورت نور بيك ونورتني يا احمد اشكرك يا كريم وان شاء الله نتقابل تاني قريب ان شاء الله لازم وتعالى نختم بقى السهره الحلوه دي باخر اغنيه معانا مع هايدي تغني لنا بقى الدنيا ريشه في هوا ايه رايك يلا بينا تحبوا انتوا الاغنيه دي طبعا اغنيه الفيلم بتاعكم طبعا يلا ايوه صح يلا فيها